ستة ترامب حرب الستين دقيقة مع المكسيك. الرئيس ترامب مش طايق المكسيك وقال كلام كتير جدا ضد المكسيك. المكسيك جنوب أمريكا مباشرة، كل الحدود بين أمريكا، الحدود بين أمريكا وبين المكسيك 3000 كيلو. فال3000 كيلو دول حسب رأي ترامب بيطلع منهم كتير مجرمين وتجار مخدرات وقتلة، وإن كل اللي بيجي من المكسيك مش كويس. ده كلام الرئيس ترامب، أو كلامه حرفيا قال المكسيك حين ترسل أشخاصا لا ترسل الأفضل، لأن يعني المكسيكيين فيهم ناس كتير كويسة، لكن لما بيبعتوا حد لأمريكا يبعتوا أسوأ ما في المكسيك إلى أمريكا. كلام ترامب، المكسيك ترسل أشخاص يتسببون في مشاكل المخدرات والجريمة والاغتصاب، وقال سأقوم بترحيل الملايين خلال ساعة واحدة من وجودي في البيت الأبيض، وقال إنه هيبني جدار على الحدود والجدار ده هيبقى على حساب المكسيك، وقال محدش يقول لي هبني إزاي، أنا خبير في بناء الجدران وإن أنا هقدر أبني هذا الجدار 3000 كيلو عشان أمنع دول يطلعوا من الجنوب إلى الشمال. الكلام اللي قاله ترامب في منتهى الخطورة، لأنه فعلا ممكن يبني هذا الجدار لكن هيرحل عدد من المكسيكيين اللي موجودين. هيرحل كام؟ هو قال في اللقاء اللي فات هيرحل 3 مليون مكسيكي موجودين في أمريكا إلى المكسيك. طبعا في كلام، هم دول بيشتغلوا، اللي بيشتغل في مزرعة، اللي بيشتغل في محل، اللي بيشتغل في مطعم، اللي بيشتغل في أي منشأة، فكل دول لما يمشوا ممكن يأثر على اقتصاد أمريكا. في تقدير علمي أن في خسارة 400 مليار دولار لو أمريكا مشت 3 مليون المكسيكيين اللي موجودين فيها. لكن طبعا محللين بيقول وهي يعني مش مهم 400 مليار دولار. ليه؟ حجم اقتصاد أمريكا 2016 السنة دي كام؟ 18.7 تريليون دولار. طيب شيل منهم 0.4 400 مليار هيبقى كام؟ هيبقى 18.3 مليار دولار، تريليون دولار عفوا. حجم اقتصاد أمريكا 18.7 تريليون دولار، هنشيل منه 400 مليار يعني 0.4، هيبقى 18.3 تريليون دولار، يعني الخسارة مش كبيرة، لسه أمريكا فوق ال 18 تريليون دولار، فالثلاثة مليون يمشوا. هو المذهل أنه الرئيس ترامب بيقول أن في أول ساعة هيمشيهم، قال بس أوصل البيت الأبيض. فلو الرئيس الأمريكي وصل البيت الأبيض الساعة 8، الساعة 9 في 3 مليون بيبدأ ترحيلهم من أمريكا من المكسيكيين. لو وصل 9 الساعة 10 هيكون 3 مليون مكسيكي في أمريكا بيترحلوا إلى بلادهم جنوب البلاد أو جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيكيين فيهم كتير جدا غلابة وبسطاء، وضعهم صعب، وكل يوم واقفين على الحدود وحلمهم يعدوا الحدود وبعدين يرجعوهم. فبتلاقي طبعا المجتمع المكسيكي على الحدود نتيجة بقى القعدة الطويلة جدا ما بين مخدرات وجرائم مختلفة وجوع وعطش، معاناة كبيرة جدا قبل أن يصل ترامب، فما بالنا بالمعاناة بعد أن وصل الرئيس ترامب إلى السلطة.